الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن اختلاف الأحاديث في ذكر العدد، عدد الثواب أو عدد المسافة، مرده إلى أن المراد بالمعدود ها هنا بيان تكثيره لا بيان حقيقة المعدود، وهذا هو المعبر عنه عند الأصوليين بما يسمى بأن العدد لا مفهوم له. ولهذا تأتيكم في الروايات مسافة كذا وكذا، ففيها تحديد وربما تباينت فيها الروايات، فالمقصود أن العدد لا حقيقة له، أو لا يراد منه بيان حقيقة المعدود، وإن البيان إنما المراد بالبيان الكثرة وعظم المسافة وعظم القدر. فلا يتعارض مثل هذا مع ما جاء من أن أقل أهل الجنة نعيما من له مثل ما مثل الدنيا وعشرة أضعافها. وفي الأحاديث إن أعلاهم منزلة من يرى الله جل وعلا مرتين، غدوة وعشية، ولا يتنافى هذا مع عموم رؤية المؤمنين، فإن عامة أهل الجنة يرون الله جل وعلا في يوم المزيد، وخواصهم وخلص أهل الجنة من يرون الله بكرة وعشية. نعم. حدثني عيسى بن سالم أبو سعيد الشاشي، حدثنا أبو المليح عن فرات بن سليمان قال: قدم أبو بردة بن أبي موسى على سليمان بن عبد الملك في حوائج، فقال: سمعت أبي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد، قال: ينادي مناد من السماء، فقص الحديث، قال: فيتجلى لهم. فقال له عمر بن عبد العزيز: الله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت هذا الحديث من أبيك يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد سمعت أبي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. من أبوه الذي يروي عنه؟ أبو بردة بن أبي موسى الأشعري ابن الصحابي الجليل عبد الله بن قيس. وفي قول عمر: ما سمعت في الإسلام حديثا أحب إلي أو أعجب إلي منه، لعظيم رجائه بثواب الله وتعلقه بما عنده سبحانه، فإن هذا الحديث فيه رجاء المؤمن بربه أن يكون من المشمولين بأن يتجلى الله لهم، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا أن علي، أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن عمارة القرشي، عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتجلى لنا ربنا عز وجل يوم القيامة ضاحكا. حدثني محمد بن عبد الله الروزي، وحدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا أبي عن أسلم العجلي عن أبي مرية عن أبي موسى، وكان يعلمه عن أبي مرية. نعم. عن أبي مرية. عن أبي مراية. نعم. مراية. عن أبي مراية عن أبي موسى، وكان يعلمهم من سنتهم. قال: فبينا يحدثهم إذ شخصت أبصارهم، قال: ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا: القمر. قال: فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهره؟ حدث فيه ما سبق من تمثيل الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، فإن أصحاب أبي موسى كانوا منشغلين برؤية القمر ليلة البدر،
فقال: ما أشغلكم عني؟ ما أشخص أبصاركم عني؟ فقالوا: القمر. فقال: فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ لما جاء في الأحاديث السابقة في رؤية الله عز وجل جهرة كما نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. نعم. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد حدثنا عطاء يعني بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار ليلة قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها. تبي عمار المحلاوي؟ سم عمار المحلاوي اللي صلى بهم؟ لا. من هو؟ عمار بن ياس. طيب وش حقه علينا؟ نعم صلاة. قال: صلى بنا عمار رضي الله عنه صلاة فأوجز فيها فقال له بعض القوم: لقد خففت أو كلمة نحوها. فقال له: دعوت الله تبارك وتعالى فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما انطلق عمار رضي الله عنه تبعه رجل وهو أبي فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. الشاهد منه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. ففيه إثبات أن الله يرى، وإلا لما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله هذا السؤال. وهذا الحديث له قصة في وروده، فإن سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يدعو على نفسه بالموت، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقل: اللهم إني أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الحديث. نعم. حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال صلى عمار رضي الله عن قيس بن عباد عن قيس بن عباد قال صلى عمار رضي الله عنه صلاة كأنهم أنكروها فقال: ما إني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. وهذا من جوامع الأدعية التي اشتملت على خيري الدنيا والآخرة. قالوا: وفي قوله وأسألك لذة النظر إلى وجهك وقاية وصيانة واحتراز من مضرة النظر إلى وجهه. ما مضرته؟ كما في المنافقين في العرصات يوم أن ينظرون إلى الله جل وعلا فلا تزداد وجوههم إلا ذلة وتكسوها قترة، فلا يحصل لهم هذه اللذة التي تحصل للمؤمنين. والمؤمنون تحصل لهم اللذة بالنظر إلى الله في العرصات، وأعظم منها بتجلي الله لهم في الجنان، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة قال كان يعني عمار رضي الله عنه يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا أبو خالد القرشي وحدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به يوم القيامة ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. قال وهذا في المؤمنين لقوله ما منكم، والخطاب للمؤمنين، وقوله ليس بينه وبينه حجاب إثبات ضمني للرؤية. نعم. قال أبو الحسن سمعت عبد الله يقول سمعت بعض المشايخ يقول سألوا وكيع عن حديث الرؤيا فحدث بها قال ثم جعل يقول غم الجهمية بهذه الأحاديث مرتين. من منهج أهل السنة في الرد على أهل الأهواء والبدع تكرار رواية الأحاديث عليهم، فهي أشد عليهم من مقامع الحديد. ولهذا لاحظوا كتب أهل السنة في الرد على أهل الأهواء تجدونها محشوة بذكر الآثار والأحاديث والنصوص التي هي أشد عليهم من المقامع،
ومنها قول وكيع بن الجراح هنا غموا أي أصيبوا الجهمية بالغم بتكرار الأحاديث عليه. نعم. حدثني زكريا بن يحيى الواسطي زحمويه رحمه الله، حدثنا ابن أبي زائدة حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجري قال قرأ أبو بكر رضي الله عنه أو قرئت عنده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا عز وجل. حدثني أبي حدثنا، وهذا ليس من قبيل الرأي، ولهذا له حكم الرفع، كيف وقد جاء مصرحا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجري عن أبي بكر رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى. حدثني أبي رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن عز وجل. حدثني أبي رحمه الله حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد الساعدي عن حذيفة رضي الله عنه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النظر إلى وجه الله عز وجل. حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وبدأ باليمين قبل الكلام ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل كما يخلو بالقمر ليلة البدر، فيقول ابن آدم ما غرك بي؟ ابن آدم ما أجبت المرسلين؟ ماذا عملت فيما علمت؟ والحديث على لفظ أبي عن وكيع. حدثني قطن بن نسير أبو عباد الذراع حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث حلف ما منكم أحد إلا سيخلو به ربه عز وجل، فذكر معنى حديث وكيع. حدثنا محمود بن العباس الخراساني وحدثنا عبد الله بن المبارك أخبرني عبد الرحمن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل جمعة في كثيب من كفور أبيض فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا، فيحدث الله لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم فيحدث الله لهم أي يوجد لهم من الكرامة ومن الحفاوة، وهذا فيه أن قربهم من الله كقربهم من الخطيب يوم الجمعة، والقرب من الخطيب إنما يتأتى بالتبكير والمبادرة إلى المسجد. أشكل هذا على بعض الإخوان، قالوا هل معناه أن الصف الثاني والثالث أفضل من الصف الأول؟ الجواب لا، الأول أفضل من الثاني وإن بعد عن الخطيب، لأن لا يتأتى له أن يصل للصف الأول إلا لمن جاء مبكرا عن من جاء للصف الثاني، وهكذا. ولعموم أتم الصف الأول فالأول. نعم. فيحدث الله عز وجل لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك، ثم يرجعون إلى أزواجهم فيحدثوهم بما قد أحدث لهم. ثم دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المسجد فرأى رجلين فقال رجلان وأنا الثالث، وإن شاء الله أن يبارك في الثالث بارك. يعني أنه سبقه إلى المسجد في يوم الجمعة رجلان، سبقه إلى الجمعة رجلان. وأذكر أن الصالحين والعلماء يتنافسون في التبكير للجمعة، ومن نوادر بعضهم إلى بعض إذا جاء أحدهم متأخر عن الآخر قال يا شيخ فلان عساها دجاجة من توفي الريشة، أخذ من الحديث ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، وهذا من استحثاثهم على التبكير والمبادرة إلى الجمعة. اختلف العلماء في المبادرة، هل تكون في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر، قول على قولين شهيرين. وعلى كل حال إن جاء مع الساعة الأولى مع طلوع الشمس فهو مبكر، وهذا مما ظهر أثره فيما بين جيلين. من قبل 30 سنة تذكرون أن المسجد الروضة والصف الأول والثاني والثالث الجمعة يمتلئ الساعة 9 ضحى، الآن يمكن الخطيب يدخل وما تم الصف الأول، وهذا ما هو أثر جيل واحد، ما بعد يعني حصل للناس تباعد أجيال حتى يعدونه من باب الخيال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
حدثني أحمد بن منيع حدثنا علي بن ثابت عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرضي في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة. قال نظر الله عز وجل تلك الوجوه حسنها للنظر إليه. حدثني أبو سهل الهمذاني حدثنا عمرو بن عون عن هشيم عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن بن سابط جمحي إلى ربها ناظرة قال إلى وجه ربها ناظرة. نعم. حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن الحسن في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال النضارة الحسنة والحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها عز وجل. يا الله من فضلك العظيم. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة. حدثني أبو معمر حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة ناظرة قال تنظر إليه نظرا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال حسنة إلى ربها ناظرة. طيب هذا التباين والاختلاف عن السلف في تفسير ما معنى النظرة لهذه الوجوه هذا كله يا أخواني من قبيل اختلاف التنوع الذي لا يتضاد ولا يتضارب في معنى الآية كل يعبر عنها بالمعنى الذي تبادر إليه والمعنى الصحيح يشملها كلها وهذا أكثر تفاسير السلف في ألفاظ ومفردات القرآن من هذا القبيل من باب التنوع في التعبير مثالها من وصف هذه الطاولة إذا جاء واصف لها من أمامها قال هذه عريضة إذا جاء من جنبها قال هذه سخيفة إذا نظر إليها من أسفل قال هذه مرتفعة هل الأقوال هذه متعارضة ولا متنوعة؟ هذه متنوعة في وصفها هذا جل ما كان يأتي عن السلف في تفسير القرآن لا في ألفاظه ولا في معانيه إنما هو من قبيل التنوع لا من جهة التضاد قالوا ومن القواعد أيضا في هذا أن التفسير عند أهل السنة والتفسير عند أهل البدع غالبه من التضاد لا من التنوع لأن كلا ينزع إلى منزعه أهل السنة ينزعون إلى منزع مرادي صاحب الوحي في الإثبات إثباتا وفي النفي نفي وأما أهل الأهواء فإنما ينزعون إلى أصوله فما لا يتفق وأصولهم يؤولونه وهو التحريف والنفي والتعطيل الذي يسمونه تدليسا تأويلا. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا هشيم أن حدثنا إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة قال بهجة مما هي بهجة مما هي فيه من النعمة إلى ربها ناظرة. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا محمد بن حميد حدثنا إبراهيم بن المختار عن ابن جريج عن عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه ربهم عز وجل. حدثني أبو بكر الصاغاني حدثنا إبراهيم بن عين أبو نعيم حدثنا سلمة بن سابور عن عطية عن ابن عباس رضي أبو نعيم اثنان الذي في الرواية هنا هو الفضل ابن دكين وهو من شيوخ صاحبي الصحيحين وأبو نعيم صاحب الحلية متأخر عن هؤلاء لأن وفاته 430 في القرن الخامس. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنها إلى ربها ناظرة قال نظرت إلى الخالق عز وجل. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا مضر قارئ حدثنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا ذابت أنفسهم فرقا وخوفا. لماذا؟ لتعلق قلوب الموحدين بالله حبا حتى يتمنوا رؤيته وهذا ما يحصل لهم كرامة من الله لهم في الآخرة. نعم. حدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي عن أشعث بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن إسحاق عن أشعث بن إسحاق القمي. نعم.
عن أشعث بن إسحاق القمي قال أبو عبد الرحمن أظنه عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال إن أفضلهم منزلة يعني أهل الجنة الذي ينظر في وجه الله عز وجل غدوة وعشيا. سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبع وما أشبه ذلك من الأحاديث. هذا كالفصل، ولكن المتقدمين من العلماء لم يعنوا بما درج عليه المتأخرون من التبويبات والفصول والفروع والمسائل، إنما يجعل العنوان مقتبسا من الحديث. سئل أي أبي عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل السماوات على إصبع، لما ذكر صفة الكلام لله ثم أتبعها بما جاء في الرؤية درج الآن إلى مسألة من الصفات الخبرية. وصفات الله جل وعلا يقسمونها بحسب التعلق، فمن حيث تعلقها بالذات صفات ذاتية لا تزال متعلقة بذات الله لا تنفك عنه أبدا، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي وقت لا يتصف الله بها، كحياته وعلمه وعلوه وكلامه، هذه صفات ذاتية. ومنها وجهه وأصابعه ويداه وقدمه وساقه. النوع الثاني صفات فعلية تسمى بالصفات الاختيارية، وسميت فعلية واختيارية لتعلقها بمشيئة الله وأفعاله، وهو أن الله جل وعلا قد يكون في وقت غير متصف بها. الغضب، هل الله في كل وقت غاضب؟ الجواب لا، إنما يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويفرح إذا شاء ويحب إذا شاء ويسخط إذا شاء. هذه من الصفات الفعلية. تقسم الصفات باعتبار آخر باعتبار تعلقها بالأدلة، فيقال صفات خبرية وصفات عقلية معاني. صفات خبرية دل عليها الخبر وحده، ومنها صفة الوجه واليدين والعينين والأصابع، ليس لها مناط في إثباتها إلا الأدلة، لا مجال للعقل في إثباتها. النوع الثاني صفات عقلية أو صفات المعاني التي دل عليها الشرع والعقل، فلا يمكن، مثل صفة الوجود، لا يمكن أن يكون حي إلا موجود، لا يكون حيا معدوما، فهذه دل عليها العقل. الأصابع لله جل وعلا دل عليها الخبر فقط، وعقل المؤمن يسلم له ويذعن وينقاد لما جاء عن الله به. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على أصبع والأرض على أصبع والثرى على أصبع والجبال على أصبع والخلائق على أصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقرأ وما قدر الله حق قدره. قال أبي قال يحيى قال فضيل بن عياض فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. نعم. وهذا اليهودي الذي جاء مفسرا أنه حبر من أحبارهم. من الحبر؟ هو العالم من علماء اليهود، هذا الحبر. ولهذا ابن القيم لما ذكر النصيحة في أنه جرب مسالك الغواية وكاد أن يقع في شباكها ذكر أن الله امتن عليه بمنة، فيقول رحمه الله يا قومي والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، أخذت يداه يدي وسار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان، ورأيت أعلام المدينة حولها نزل الهدى وعساكر القرآن، ووردت رأس الماء أبيض صافيا
قيعانه كلآل التيجان. من يقصد بالحبر الذي جاء من أرض حران؟ شيخه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية. هذا لأن الحبر يطلق على العالم. هذا العالم اليهودي قال إنا نجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد، أين يجد ذلك؟ في الكتب المنزلة عليهم وأعظمها التوراة، أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والجبال والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، جملة الأحاديث في هذه الخمسة أصابع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وتعجبا لقول الحبر، وقرأ مؤكدا هذا المعنى قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. من أعجب ما رأيت لأهل البدع من المتكلمين وغيرهم نفات الأصابع عن الله، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضحك تصديقا وإنما ضحك إنكارا لقول هذا الحبر. لو كان ضحك إنكارا ما معنى أن لا ينكر عليه يقول كذبت أو خسئت يا عدو الله؟ ثم كيف يستدل بآخر الزمر على هذه على هذا المعنى؟ ولو كان ما جاء به الحبر كذبا لبينه النبي، إذ لا يصح في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل هذا غير متصور في مقام نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن هكذا شأن أهل الباطل وأهل البدع، يلوون الأعناق أعناق الأدلة ويحرفونها لتوافق أصولهم المبتدعة الضالة. وهذا ما هو خاص بهم، بل كل صاحب هوى إذا جاء الدليل على خلاف ما يهوى ذهب يطلب فيه أنواع التمحلات ومسالك التأويلات والصوارف لمعناه حتى لا يوافق الاستدلال عليه والاحتجاج عليه. أما أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن لا، هم مع الأدلة يوجهون معها حيثما توجهت. نعم. سمعت أبي رحمه الله يقول حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع. عن أبي رحمه الله وجعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخرها هكذا، على إصبع على إصبع على إصبع على إصبع على إصبع، يرويها الرواة عن فوقهم إلى أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. وليس فيها بحال تشبيه أصابع الله بأصابع المخلوقين أبدا، لكن هذا تأكيد على أنها أصابع حقيقية في حق الله كما أنها في المخلوق حقيقية. ومنها حديث أبي ذر في صحيح مسلم إن الله يضع القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأشار بأصبعيه عليه الصلاة والسلام السبابة والوسطى. ليس معناها التشبيه وإنما معناها إثبات حقيقة الصفة، فأصابع المخلوق حقيقة في حق المخلوق وأصابع الخالق حقيقة في حقه على وجه يليق به من كماله وجلاله وتقديسه، لا تشبه أصابع المخلوقين بحال كما قال جل وعلا في آية الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أو يا رسول الله إن الله عز وجل يوم القيامة يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برزت نواجذه تصديقا لقول الحبر. اللهم صل وسلم عليه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن عمر حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فذكر معنى حديث منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حدثني عبد الله بن عمر حدثنا أبو المحيى عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة السلماني
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حدثني عبد الله بن عمر، حدثنا عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا يهودي خوفنا. فقال: يا أبا القاسم، كيف بيوم تكون الأرض على هذه، والسماوات على هذه، والماء على هذه، والغرق على هذه؟ على هذه، على هذه، يعني يشير إلى الأصابع. نعم، يعني أصابعه. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. حدثني أبي رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يسمع من أهل الكتاب، لا طلبا للهدى منهم، لكن ليقارن الحق الذي عندهم بالحق الذي جاءه، فما وافق الحق الذي عندنا أقره، ومنه هذا الموضع، وما خالف ذلك أنكره واستشنعه، كما كان في آية رجم الزاني، فإنه كذبهم عليه الصلاة والسلام بما كتموا، ولها نظائر. وهذا كما في العبادات، كان يحب أن يوافقهم لكن يخالفهم في آيات العبادة، فإنه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وجد اليهود يصومون يوم العاشر، وكان في ذلك التاريخ ما يوافق العاشر، لأن العرب ينسئون يؤخرون، فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: هذا يوم فضيل، نجى الله فيه موسى وقومه، أهلك فيه فرعون وملأه، فصامه موسى شكرا لله، ونحن نصومه كذلك. قال: أنا أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بالصيام عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان يصوم في مكة قبل الهجرة، يصوم يوم العاشر، والعرب مما توارد عندهم من آثار الأنبياء صيام يوم العاشر، لكن لأن العرب ينسئون المحرم إلى صفر، لم يوافق يوم العاشر من المحرم عنده بسبب النسيئة. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فصامه وأمر الناس بالصيام حتى نزل فرض صيام رمضان، فخفف الأمر في عاشورة من الفرضية إلى الاستحباب. هذا من محبة النبي لموافقتهم في عبادة الله وفي الإيمان بالله، لا فيما يبتدعونه ويكتمونه وينقصونه من دين الله. نعم. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا حسين بن حسن، حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، قال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة والأرضين على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر خلق على ذه، وجعل يشير بأصابعه، فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره الآية. حدثني ذه يعني الإشارة للقريب، وذا الإشارة للبعيد. هاء في هذه ولا هذا، الهاء حرف الهاء قالوا للتنبيه، وإلا اسم الإشارة ذا وذو وذه، لكن الهاء فيها كلها للتنبيه. أي نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم، سمعت وكيان يقول: نسلم هذه الأحاديث كما جاءت، ولا يقول كيفها كيف كذا ولما ولا لما كذا، يعني مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل يحمل السماوات على أصبع والجبال على أصبع، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ونحوها من الأحاديث. وقول وكيع يرسم منهج أهل السنة تجاه هذه الأحاديث التي فيها صفات الله جل وعلا: نسلم بها، أي نذعن وننقاد لمعناها ونؤمن بمقتضاها، ولا نقول لما كذا، ليه، كيف هذا. مثالها في التكييفات واللولوات حديث النزول، أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، يأتي من يقول: طيب كيف ينزل؟ نقول: لا نعلم كيفية نزوله، لأن لا نعلم كيفية ذاته. يأتي آخر يقول: الله عز وجل الثلث الأخير عندنا يوافز الثلث الأول عند غيرنا، ويوافز النهار عند غيرنا، فكيف ولما؟ قل: لا ندخل في هذا متهوكين. إذا آمنت بأن نزوله يليق بجلاله وعظمته ارتفعت عن ذلك جميع التوهمات والتكييفات والتحوقلات، وإنما آمن وسلم، أدركه فهمك أو غاب عنه وقصر عنه عقلك، هذا منهج أهل الإيمان. لكن لما دخل فيها لما وكيف
وهذا يعارض هذا، وضربت النصوص بعضها ببعض، وقع الانحراف العظيم. في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما كان بعضهم جلوس عند باب النبي عليه الصلاة والسلام فتنازعوا آيات في القدر، جاء عبد الله بن عمرو ومعه أخوه، قال فجلسنا خلفهم حجرة، أي من ورائهم لأنهم أكبر وأسبق منا، وهم يتنازعون آيات في القدر. كان لهم من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مواقف. خرج عليه الصلاة والسلام عليهم وقد غضب واشتد غضبه حتى كأنما فقئ في وجهه حب الرمان من احمرار وجهه غضبا، وحصبهم، أخذ من الحصبة وحصبهم بها، هذا إنكار فعلي. ثالثا قال يا مهلا يا قوم، بمثل هذا هلك من كان قبلكم بضربهم كلام الله بعضه ببعضه. هذا من تأديب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنهم ومن ورائهم أمته. ما لم يبلغه عقلك أو فهمك القاصر أو تفكيرك قف عنده واعرف قدر نفسك، لا تتطاول على علم الله وعلى وحي الله أو تكيفه أو تحجره على ما تبي، لا. ولهذا التحجر على الله عز وجل معدود عند العلماء من الذنوب العظام التي توجب إباقة صاحبها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عابد من عباد بني إسرائيل، وأنه يرى قريبه على المعصية فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، يقوم معه بالواجب، فرآه يوما على ذلك فأغلظ عليه، زاد عليه بالكلام، فقال ذلكم العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بما شاء، كما يقول أحدكم ما لك شغل، خل ربي يعذبني. فهذا العابد من عباد بني إسرائيل أول غيرته لمن؟ لله، لكن صرفها الشيطان وهو لم يشعر إلى انتصار لحظ نفسه، فقال والله لا يغفر الله لك. من أين جاء بهذا؟ انتصار لنفسي لما قال إليك عني، خلي بيني وبين ربي، فقال ربي جل وعلا في علاه من ذا الذي يتألى، من ذا الذي يتألى علي، يتحكم يتحجر، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له لهذا العاصي وأحبطت عملك، أي هذا العابد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه فتكلم العابد بكلمة لم يلقي لها بالا في الحقيقة، لم يظن أنها بلغت هذا المبلغ، ما نتيجتها؟ قال أوبق الدنيا وآخرته لما تحكم على الله. في مثل هذه الأدلة التي فيها صفات الله الخبرية، فيها علم غيب قد يقصر عنه فهمنا ولا تدركه قلوبنا، قل آمنت بالله وسلم، فهمت المعنى أو ما فهمته، أدركته أو لم تدركه، إن من الله عليك ففهمته فهذا زيادة علم وزيادة إيمان، لكن لا تتهوك بذلك، لأن أول ما يقدح الشيطان في قلبك تشبيه صفة الله بصفة المخلوق، اطرد هذا التشبيه بالتنزيه، واحذر أن تفعل فعل الجهمية، طردوا التشبيه بالتعطيل، فهم شبهوا أولا بقلوبهم ثم عطلوا ثانيا بقلوبهم وألسنتهم. أهل الإيمان سلموا وأذعنوا، ولسان شأن حالهم ولسان مقالهم آمنا بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاءنا عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما حدثني جاء. أبي حدثني أبي رحمه الله حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتني بالوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وهذا من أحاديث الصفات الخبرية في إثبات وجه الله. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولهذا نهينا عن ضرب بالوجه وعن تقبيح للوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي أن الله له وجه وآدم له وجه، وليس معناها أن صورة وجه آدم كصورة وجه الله، لا، معناها أن الله له وجه وله عينان،
لائقتان به ووجه يليق به، كما أن آدم له وجه وله عينان يليق بهذا المخلوق. نعم. حدثني أبي سمعت الحميدي وحدثنا سفيان بهذا الحديث ويقول هذا حق ويتكلم، وابن عيينة ساكت. قال أبي رحمه الله ما ينكر ابن عيينة قوله. حدثني أبو من هو الحميدي أو الحميدي؟ الحميدي. من هو الحميدي هذا؟ شيخ البخاري. إحنا خبر من جيراننا الحميدي، تبيه هو؟ لا، الحميدي. ها؟ الحميدي. الحميدي هذا عالم مكة، عالم مكة، شيخ البخاري وتلميذ ابن عيينة. كان يرحل إليه العلماء، يرحلون إلى مكة حجاجا وزوارا، ومن مقاصدهم في أداء العبادة لقيا الإمام الحميدي، وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي، أخص الناس بسفيان بن عيينة. أكثر حديث سفيان إنما تلقاه الأئمة من رواية أبي بكر الحميدي عبد الله بن الزبير، وهو أول شيخ روى له الإمام البخاري في الصحيح. أي حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، الذي رواه في أول صحيحه في كتاب بدء الوحي. قال حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان يعني بن عيينة، قال سمعت محمد بن إبراهيم التيمي، قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم إنما أعمال بالنيات الحديث. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. حدثني أبي رحمه الله حدثنا حسن بن موسى الأشيب حدثنا أبو هلال محمد بن سليم حدثنا رجل أن أبن رواحة قال للحسن هل تصف ربك عز وجل؟ قال نعم، صفة بغير مثال. نعم، أصفه بغير مثال، بغير شيء يشبهه. بماذا يصف الله؟ بما وصف الله به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. تلحظون في الأسانيد عبد الله بن أحمد إذا جاء ذكر أبي وش يقول؟ حدثني أبي إيش؟ رحمه الله. وش يفيد هذا؟ أحسنت، يفيد أنه إنما روى هذا بعد وفاة أبيه، ثم يفيد أيضا تخصيص أبيه بمزيد عناية بالدعاء له، وإلا حتى مشايخ الآخرين يدعو لهم، لكن كلما جاء ذكر أبيه في هذا السياق يدعو له من حق الأب على ابنه. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أبي أراناه معاذ، فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد؟ وما أنت يا حميد؟ حدثني به أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه، يعني أن حميد الطويل قال لأبي محمد وهو ثابت البناني الذي رواه عن أنس لما أخرج مثل البنصر رأس البنصر جعله دكا، يعني ما جعله شيء، قال وش مرادك بهذا؟ ظن فيه أنه ينحى منحى أن يرد الحديث، فغضب وركزه بصدره، قال حدثنا بهذا أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونقف عند هذا. نعم. حدثني أبي قال حدثني محمد حدثني من سمع معاذ رضي الله عنه يقول وددت أنه حبسه شهرين، يعني لحميد. حدثني محمد هذا من تأديب السلف لمن كان عنده توقف أو استشكال لما جاءهم في الرواية عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر هذه الشدة تراها ما تستنكر، كلها من تعظيم السنة وتعظيم الأثر، خصوصا في هذا الباب العظيم، باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا هريم حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عندك حدثني المقدمي حدثنا غريم بالغين بالهاء هديم هريم هريم بالراء
هذا هو الصحيح. نعم. حدثنا هريم حدثنا محمد بن سواء عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا وأشار بطرف الخنصر يحكيه. حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه فلما تجلى ربه للجبل قال حماد هكذا وأرانا إبراهيم طرف الخنصر. قلت لإبراهيم رفعه قال لا. إيش معنى أن الجبل صار هكذا؟ أي تدهده وتكسر وانهد حتى غدا مثل التراب. كل هذه ساقوها لماذا؟ لأن الله لما تجلى للجبل وهو جماد أصم لا ثواب في حقه ولا عقاب دل على أن تجليه لأوليائه الذين يثيبهم من باب أولى، لكن في الدنيا لا يتأتى ذلك. لماذا؟ لعجز الرائين وضعفهم لا لخفاء المرء سبحانه وتعالى. نعم. حدثني إبراهيم بن الحجاج الناجي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس مالك رضي الله عنه فلما تجلى ربه للجبل قال حماد هكذا وأرانا إبراهيم طرف الخنصر. قلت لإبراهيم رفعه قال لا. حدثني محمد بن يعني هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه من فعل أنس؟ فدلت الرواية على أنه من فعل أنس، وأن هذا للتبيين. دك أي تدهده الجبل وتصاغر وانهد حتى غدا مثل رأس الخنصر. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن كثير قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. حدثني أبو معمر حدثنا عمرو بن محمد العنقري العنقزي. نعم. العنقزي حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تجلى مثل الخنصر وأشار أبو معمر بأصبعه يعني قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. نعم. الخنصر الوصف هذا لما ظهر من الله عز وجل أم للجبل؟ لا، أن الجبل غدا بدأ ما كان جبلا عظيما غدا كبر الخنصر أي في أفراده لما جزئ وتدهده. نعم. حدثني أحمد بن منيع حدثنا عباد بن عباد عن يزيد بن حازم عن عكرمة أنه قال أنه كان يقرأ هذا الحرف لما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال كان حجرا أصم فلما تجلى له صار تلا ترابا دكا من الدكات. دكا من الدكات أو من الدكوات أي تدهده الجبل وانهد حتى غدا أحجارا صغارا على رأس الحجر الواحد على رأس أصبع الخنصر أصغر أصابع اليد. نعم. حدثني عباس بن محمد الدوري سمعت أبا عبيد القاسم بن السلام يقول كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب فلم أرى قوما أوسخ وسخا ولا أقذر ولا أطفس من الرافضة ولا نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا جهميين ورافضيا أو رافضيين وجهميا وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور. هذا أبو عبيد القاسم بن سلام العالم المحدث المشهور يقول كلمت الناس أي تناقشت معهم وتناقشت مع أهل الكتاب فلم أرى أوسخ ولا أوضع من الرافضة أي فيما يقولونه في حق الله وفي حق رسل الله وفي حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان قاضيا في الثغور. ما هي الثغور؟ الثغور هي حدود المسلمين، وكان في ذلك الوقت يذهب إليها العلماء يجاورون يبتغون فضل الرباط في سبيل الله في أوقات لا يكون فيها الجهاد قائما على أشده، وإنما يتهيئون متى ما جاءت الهيعة والأمر نفروا لما جاء من فضل الرباط. فقام في الثغور حواضر علم تحديث وإقرأ وتدريس، وأقام ولاة المسلمين فيها القضاة. من هؤلاء أبو عبيد القاسم بن سلم يقول فحكمت على ثلاثة، إما على رافضيين وجهمي أو على جهميين ورافضي لخبث معتقدهم. الروافض معتقدهم في القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته وفي الصحابة ما تعلمون فضاعته وفداعته، والجهمية اعتقادهم في أسماء الله وصفاته، فطردهم ونفاهم أبى أن يبقوا قال هؤلاء لا يبقون في الثغور
لأن شر أهل البدع على الإسلام أعظم من شر العدو الخارجي، ينخرون في الإسلام نخرا، فأبى أن يبقوا في الثغور لئلا يضلوا أهله ويغرسوا فيهم هذا المغرس الباطل من ابتداعه. نعم. أخبرت عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فذكر حديثا. أخبرت هذا من عدم التصريح بالشيخ المخبر، والغالب أنه إذا روي بصيغة المجهول للتمريض، لكن العلماء يتسامحون في الآثار الواردة عن أئمة الإسلام وعن التابعين بل وعن الصحابة، فلا يطبقون عليها معايير نقدهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام اللفظة الواحدة لها معنى، أما أخبار من دون النبي فإنهم يتسامحون فيها، ولهذا قال أخبرت أو حدث، فلا يرد هذا بضعفه، بل هذا مما يحتمل عند عامة أهل العلم، إلا أن يكون المعنى المنقول معنى باطل فلا يعول عليهم ولا ينسب لهم، أي للعلماء وللتابعين وأمثالهم. نعم. أخبرت عن حجاج بن محمد بن جريج عن قال قلت لعطاء فذكر حديثا، وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ويقول ملاك سبحوا الملك القدوس، حتى إذا كان الفجر صعد الرب قال فأتبع قول الملك سل الملك القدوس، وأما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربي غضبه سبقت رحمة ربي غضبه. قال فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي كلما مر بسماء سلمت عليه الملائكة حتى جاء السماء السادسة، فقال جبريل عليه السلام هذا ملك فسلم، فبدره الملك فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني سلمت عليه قبل أن يسلم عليه. قال فلما جاء السماء السابعة قال جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي، قال نعم، قال وما صلاته، قال يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي، قال فأتبع ذلك قلت أقدم بعض ذلك على بعض، قال نعم إن شئت. نعم، الله يصلي أي ينزه نفسه، ولهذا في القرآن سبحان الذي أسرى سبح لله ما في السماوات والأرض يسبح لله، فهذا من تنزيه الله عز وجل نفسه، وهذا فيه أن الصلاة أصلها الدعاء، الله عز وجل ينزه نفسه سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة غضبي، يتمجد بذلك سبحانه ويتمدح به على خلقه. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا عباد بن العوام قال قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان، قلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث، قال فما يقولون؟ قلنا يطعنون فيها، فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان، فما نعرف الله عز وجل إلا بهذه الأحاديث. يعني مراد شريك بن عبد الله في من يطعنون فيها لأجل أن الله لا ينزل، لا أن يطعن بها علماء الحديث نقدا للحديث من عدم ثبوته. إذن ما وجه قوله لمن طعنوا فيها لأنها من صفة الله بنزوله، وأحاديث نزول الليلة النصف من شعبان من أهل العلم من حسنها كالحافظ بن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وتبعه كثير من الحنابلة، ومنهم من يضعفها، وعلى هذا قول محقق علماء الحديث أنه لم يثبت في ليلة النصف من شعبان شيء، أما نزول الله جل وعلا فإنه ثابت، والله له نزولان، نزول سنوي إلى سماء الدنيا ونزول في كل ليلة إلى سماء الدنيا، أما النزول في كل ليلة ففي الثلث الأخير منها كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم رضي الله عنه، أما نزول الله جل وعلا السنوي فكما جاء في حديث عائشة وأصله في صحيح مسلم أن الله في لفظ مسلم يدنو ربنا جل وعلا عشية عرفة،
وفي السنن ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكته. الحديث سم عشية عرفة هو بعد العصر إلى قبل الغروب، هذا العشي من بعد العصر إلى قبل الغروب، وقيل العشي من بعد الزوال إلى غروب الشمس. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني أن سلمة أخبرنا سلم بن قادم حدثنا موسى بن داود قال قال لي عباد بن العوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 50 سنة قال فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث. إذن بين أن المنكرين من هم؟ منكرين الصفة، ولهذا قال من المعتزلة. نعم. قال فحدثني بنحو من عشرة، فقال فحدثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا، وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا، عمن أخذ هؤلاء المعطلة دينهم. صحيح. ولهذا الآن إذا جاءك واحد بقول غريب منين جبته؟ إذا قال قال لي المشايخ، إن كان من مشايخ أهل السنة استتبعت أدلتهم، وإن كان من مشايخ أهل الهوى من حينك تعطيهم إكس تضرب عليه وعلى شيوخه. هؤلاء احنا أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم عمن أخذوا دينهم؟ أخذوه عن زبالات الأفهام أولا، وأخذوه عن أعداء الإسلام ثانيا. سيأتينا الآن في الجهم أنه إنما أخذ دينه عن الجعد، عن بيان بن سمعان، عن طالوت، عن لبيد بن الأعصم، وأن الجهم أخذ دينه عن طائفة السمنية فلاسفة الهند الوجوديين. يوم قالوا يا جهم ربك لتعبده، شفته، أحسست به، شممته، سمعت كلامه، فيقول لا. فبقي المسكين 40 يوم مضيع ربه، يدور ربه في بيته. فخرج بعد 40 يوم، وهذه مدة ترى مدة نفاس عياذا بالله، خرج بعد 40 يوم وهو يقول أؤمن برب ليس له صفات. هذه عقيدته التي أدى إليها زبالة فهمه لما بناها على أقوال خبث خلق الله سبحانه. الله المستعان. نعم. هذا بشري شيخ ها؟ بشر أم جهم اللي أخذها من السمنية؟ هذا بشر، هذا جهم بن صفوان. بشر أنا قلت بشر ولا قلت الجهم؟ جهم. نعم، الجهم بن صفوان هو الذي أخذ عن السمنية، ناظرهم فقالوا له هذا القول. أما بشر بن غياث المريسي فممن تلقف مقالة الجهمية وأضمرها في قلبه، وحاول أن يظهرها وقت هارون الرشيد وقت والده المهدي، فطلبه يزيد بن هارون وقت المهدي، وطلبه أبو يوسف وقت هارون الرشيد، حتى قال أبو يوسف لئن أظفرني الله به لنزعت هذا من هذا، يعني قطعت رأسه بحكم الشرع. فاستخفى حتى ظهر في عهد المأمون، وأثر عليه جلساؤه من المعتزلة حتى بلى الناس وفتنهم بسببهم، فكانت فتنة القول بخلق القرآن. هذا بشر بن غياث المريسي. قالوا حتى إنه لما مات ما وجدوا 4 يظهرونه يدفنونه في المقبرة. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا سهل بن محمود أبو السري سمعت إسماعيل بن علي ابن علي يقول أنا أحتج عليهم يعني الجهمية بقوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل لا يكون التجلي إلا لشيء حدث. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن معين سمعت إسماعيل بن علي يقول لا تدركه الأبصار قال هذا في الدنيا. نعم، قالوا لو أثبتنا أن الله يرى لقلنا إن الله محدوث، حادث يرى حادث يكون مجسوم، فقال إن الله تجلى للجبل وهذا أمر حدث، الجبل مخلوق ولا يمنع أن يتجلى خالق بصفته التي هو عليها لمخلوق. وإنما تجلى الله للجبل لماذا؟ ليري موسى وأمثال موسى عجزهم وضعفهم عن أن يتحملوا أو يطيقوا. اشرب بيمينك يا أخي
إذا شربت اشرب باليمين، ليبينهم عجزهم وضعفهم أن يطيقوا ويتحملوا أن يروا الله في الدنيا. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن معين، سمعت إسماعيل بن علي يقول لا تدركه الأبصار، قال هذا في الدنيا. حدثني محمد بن منصور الطوسي قال قدم علي بن مضى مولى خالد مولا لخالد القسري. حدثنا هشام بن بهرم، سمعت مع معاف بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال هشام وأنا أقول كما قال معافى. قال علي وأنا أقول كما قال يعني هشاما. قال أبو جعفر الطوسي وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول رأيت في المنام كأني قاعد فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق شيء مرتفع، فقلت له إن ها هنا قوما يقولون القرآن مخلوق، فقال بوجهه فأعرض عني إعراضا شديدا، فقلت له أليس هو كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال بلى. ثم قام فإذا على يساره ثلاثة أناس عرفت منهم واحدا بوجهه، فرددت عليه كلام ثانية ليسمع هؤلاء الثلاثة ليسمع هؤلاء الثلاثة، فقلت له أليس القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال بلى أشد ما أسمعني أولا. فقلت لهؤلاء اسمعوا وأشهدكم كلكم كأنكم في اليقظة. سبب ذلك أن في وقت محمد بن منصور الطوسي عظمت البلية وتعاظمت الرزية بفتنة المؤمنين بالقول بأن القرآن مخلوق، حتى اشتد ذلك على المؤمنين. وهذا المنام هل هو استدل به ولا استأنس به؟ ليس للاستدلال، أهل السنة ما عندهم منامات وأحلام للاستدلال، إنما هذا عند القبورية الصوفية وعند الروافض وعند الخوارج، يبنون دينهم وعقائدهم على مناماتهم وأحلامهم، ولهذا تلاعبت بهم الشياطين. أهل السنة يأخذون المنام الصالح الرؤية الصالحة للاستئناس لا للاستدلال. لما أشغل الناس في زمن محمد بن منصور الطوسي بهذه الفتنة بالقول بالخلق والقرآن، ثبت الله قلوبهم بمثل هذه المنامات لأنها موافقة ما يدينون الله به ويعتقدونه في حقه سبحانه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، وقد أهمه شأن هذه المقالة في اليقظة، فكان منه هذا الحوار القرآن مخلوق إنها هنا قوم يقولون، فعرض النبي عنه إعراضا مستنكرا لهذا القول، فكرره عليه وكان عن يساره ثلاثة ممن يقولون إن القرآن مخلوق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في منامه بلى هو كلام الله غير مخلوق، فقلت لهؤلاء إني أشهدكم كأنهم في اليقظة. الشاهد من هذا هو الاستئناس بهذا المنام، ولهذا أحمد رحمه الله لما كان في السجن قال رأيت الله في المنام، فقلت يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قلت يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. فهذا المنام لم يسدل به استقلالا على إثبات أن القرآن غير مخلوق، لأن هذا قد دلت عليه الأدلة من كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم متنوع المتعدد، فجاء هذا المنام تثبيتا لقلوب المؤمنين وترسيخا لما ثبت بالأدلة الشرعية الصحيحة اعتقاده، فهو استئناس لا استدلال، كما يرى للصالحين حالهم بعد الموت بأنهم بخير حال استئناسا لا يقطع به بأنهم في الجنة. أي نعم. نعم، قراءة القرآن بغير تدبر له أجر التلاوة وأقلها الحسنة بعشر، فإذا جاء التدبر والاعتبار والوقوف عند محكمه والتأمل زادت الدرجات بحسب هذا التأمل والتدبر. نعم. حدثني محمد بن منصور الطوسي، حدثنا علي بن مضى قال سألت عتاب بن بشير عن القرآن، فقال سألت خصيفا عن القرآن، فقال القرآن كلام الله عز وجل وليس مخلوق. قلت وأي شيء هذا خصيف هو خصيف بن عبد الرحمن الحراني. نعم. فقال القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قلت وأي شيء تقول أنت؟ قال أقول كما قال يعني عتابا.
حدثني محمد بن منصور حدثني علي وقال سألت محمد بن مسلمة الحراني قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا المريسي وأصحاب مشر فرأيت آخر كلامي ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني ليس في السماء معبود، ينتهي كلامهم إلى أن إلى إنكار الخالق جل وعلا، توصلوا إليه بإنكار أسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى أن انتهوا إلى هذه العقيدة الباطلة أنه ليس في السماء شيء ليس فيه مخلوق، لأن قول المعتزلة في العلو يخالف قول الجهمية. الجهمية وش يقولون؟ الله في كل مكان. المعتزلة وش تقول؟ الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا مماس ولا محايف. هذا الذي بهذه الصفة موجود ولا معدوم؟ معدوم. حقيقته في البداهة معدوم غير موجود. هذا معنى قوله ناظرت بشرا وأصحاب بشر فرأيتهم ينتهون، أي محصل أمرهم إلى أنه ليس في السماء معبود. أعوذ بالله من الضلال. نعم. حدثني زياد أبو هاشم سمعت أبا العوام المستملي يقول قال لي مروان بن معاوية الفزاري يا أبا العوام مكث جهم 40 صباحا لا يصلي، قال لا أدري كيف ربي عز وجل. حدثني لا أدري كيف ربي، 40 صباح هو مضيع ربه. هذا الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز، ها من هو؟ خالد القسري ذابح جهم ولا ذابح الجعد؟ ها سلم بن أحوز والي ترمذ هو الذي قتل الجهم 128، وخالد بن عبد الله القسري والي واسط والعراق قتل الجعد بن درهم 123 في عيد الأضحى لما قال ضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. أهل السنة ما زالوا يشكرون الجعد، بيض الله وجه الجعد. يقول ابن القيم رحمه الله ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال أي الجعد إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ظهر هذا إذن خالد ذبحنا الجعد، وسلم بن أحوز قاتل من؟ الجهم اللي مضيع ربه، اللهم لك الحمد. نعم. حدثني أبو الحسن بن عطار محمد بن محمد سمعت أحمد يعني بن شبويه قال سمعت وكيان يقول قال أبو حنيفة لابن مبارك ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تطير تريد أن تطير، فقال له ابن مبارك إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. قال وكيان لماذا قال ذلك وكيع؟ لأن الحنفية عندهم رفع اليدين في التكبيرة الأولى شرط، ويرون أن لا ترفع الأيادي في التكبيرات الانتقالية، وجاءت السنة برفعها في كم موضع؟ في 4، في التحريمة تكبيرة الإحرام، وفي التكبير هاويا لركوعه، وفي التسميع رافعا من ركوعه، وفي التكبير رافعا من أين؟ التشهد الأول. فأبو حنيفة رحمه الله يعيب على من؟ على وكيع، وهو من أقرانه، قال تكبر بس كانت بتطير، قال أطير في الأولى وأطير في الثانية، أنت بعد أنت ممن يرفع يديك في التكبيرة الأولى. ووكيع بهذا أصح إسنادا وأصح مذهبا، لأنه بناه على حديث ابن عمر المخرج في الصحيح. نعم. فقال له ابن المبارك إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. قال وكيع جاد ما يحاجه ابن المبارك مرة أو مرتين. هذا ابن المبارك مع أبي حنيفة، والذي يصحح هذه المحاجة من؟ وكيع بن الجراح. نعم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا حماد بن علي بن زيد عن ابن عمران الجوني عن أبي جلاد عن أبي الجلد قال أن إن الله عز وجل يجنح كل عشية إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم،
حدثني أبي رحمه الله حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يعني بن الدينار قال سمعت عبيدا يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام وفيه تقوم الساعة، وإن الله عز وجل خلق آدم على صورته فعطس فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين فقال رحمك ربك. حدثني الذي عطس من هو؟ ما هو بالله آدم، وإنما آدم، فألهمه الله جل وعلا التشميت أن يقول الحمد لله فقال رحمك ربك. ما عنده أحد من الخلق يجيبه يرحمك الله، وإنما أجابه ربي جل وعلا. ولهذا يشرع لنا إذا عطس العاطس فحمد الله أن نقول يرحمك الله تشميتا له. نعم. حدثني أبي مرة قالوا وهذه خصيصة لآدم وفضيلة له أن الذي شمته من؟ ربه جل وعلا. نعم. حدثني أبي مرة أخرى حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن عبيد أن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه وعلى صورته. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا سفيان عن أبي عن أبي رضي الله عنه قال قال المسلمون يا رسول الله أقريب ربنا عز وجل فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. حدثني عبيد الله بن عمر القواري يعني أن الله قريب ولا بعيد؟ قريب، أنه قريب. ولهذا يشرع في الدعاء الإسرار وعدم رفع الصوت، كما يشرع في الذكر عقب الصلوات وفي التلبية رفع الصوت. قالوا لأن الذكر توحيد وثناء على الله، والدعاء سؤال لله جل وعلا، ففي الثاني حسم مادة الرياء وفي الأول إظهار شأن التعظيم. يدل عليه ما في الصحيحين من حديث أبي موسى قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرفعنا أصواتنا بالدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من إيش؟ لا، اتقوا الله، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ففيه أن باب الدعاء باب إخفات وإخبات، لأن هذا الذي يوجبه التضرع والانكسار والانطراح بين يديه سبحانه. نعم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثني فضيل بن عياض حدثني سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب قال ما من يوم إلا يطلع الله عز وجل فيه إلى جنة عدن فيقول طيبي لأهلك، قال فتضعف على ما كانت حتى يدخلها أهلها. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن نوف البكالي قال انطلق موسى عن نوف البكالي حسنا. نعم. عن نوف البكالي قال انطلق موسى صلوات الله عليه يريد بني إسرائيل فناداه ربه عز وجل فقال إني أبسط لكم الأرض طهورا ومسجدا فصلوا حيث أدركتكم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر. وهذا كان في أول الأمر لبني إسرائيل فأبوا وتعنتوا، طيب كيف؟ طيب وشلون؟ فلما تعنتوا أصر عليهم، مثل لما قال الله اذبحوا بقرة قالوا يا ربي وش طولها وش لونها وش عرضها، لو ذبحوا بقرة من أول شيء أدوا الواجب ولا ما أدوه؟ فكل تعنت وتحيل فهو تشبه ببني إسرائيل. ولهذا جعل الله لهذه الأمة الأرض مسجدا وطهورا فقبلت ورضيت ولم تتعنت، حرمت الصلاة وين في المقبرة إلا صلاة واحدة لا ركوع فيها ولا سجود، وهي صلاة إيش؟ صلاة على الجنازة. أما الحمام الله يعزكم وهو المرحاض فلا صلاة فيه، لماذا؟ لأن موضعه النجاسات، ويطلق الحمام عندهم على مكان المغتسل الذي يتجرد فيه الإنسان من لباسه فلا صلاة فيه لأنه مظنة النجاسة وانكشاف العورة، والمقبرة لأنه لا تصح فيها صلاة فيها ركوع وسجود للعن النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الله من فعل ذلك. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نعم. سم تفضل.
ما مراد القائلين بأن القرآن مخلوق؟ أنت سؤالك الآن سؤال ولا سؤالان؟ تسأل عن ما مراده ولا تسأل عن خطورة هذا القول؟ يعني ألف وباء وجيم، ها؟ أعطنا سؤال واحد. نعم، ذكرنا هذا في المجلس السابق، خطورة القول بأن القرآن مخلوق وأثره. أثره ألا أمر ولا نهي، ولا عبادة ولا ديانة، ولا شريعة ولا حلال ولا حرام، يبقى الناس سبهللة، شريعة من يتحللون من دين الله، وهذا غاية مراد هؤلاء، التحلل من أوامر الله ونواهي. أردأ منها غاية أنه ليس في السماء معبود، وهذا الذي انتهى إليه أساطين هؤلاء المعطلة كما ذكره السلف عنهم لما ناظروا بشرا، انتهوا إلى أنه ليس في السماء شيء. لما نوظر جهم ضيع ربه لأنه رد إلى عقله فقط، عقله القاصر الناقص الخاسر. فهذا هو حقيقة هذا القول. إذا أولها إنكار أن الله متكلم، وإذا أنكر أن الله متكلم إنكار الأمر والنهي، إنكار الشرائع. وضحت يا أخي؟ نعم. في أحد يرفع صوته؟ أي خاف أنك توحّالهم أنت، خاف أن بعضهم موسوسين يا مساكين. لا، الموسوس يعالج نفسه عن طبيب نفسي، يمكن يعافيه ربي. شيخنا، رؤية الله في المنام في الدنيا. نعم، رؤية الله في المنام في الدنيا. أي نعم، كيف أن كل إنسان يراه على حسب؟ نعم، أولا رؤية الله في الدنيا في المنام ذكر الإجماع عليها غير واحد. يقول أبو حنيفة رأيت الله 100 مرة في المنام، مما ذكر الإجماع عليها النووي في شرح مسلم، وذكرها أيضا تلميذه ابن العطار، وذكرها الغزالي أبو حامد، وذكرها شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم على أن الله يرى في المنام، لكن بحسب اعتقادي الرائي. إذا كان الرائي لله من الجهمية يرى الله إيش؟ خيالا لا صفة له. إذا كان الذي يرى الله الذي رأى الله في المنام على طريقة المجسمة المشبهة، يرى الله على هيئة ما شبهه وجسمه به، أي انعكاس لاعتقاده. المؤمن يرى الله بشأن العظمة، ولهذا من رأوا الله في المنام من أهل الإيمان رأوا كأن نورا يخاطبهم، أو كأن الساعة قامت ونورا عظيما لم يستطيعوا أن يحققوا فيه يخاطبهم بخطاب الأمر والنهي. فكل يرى الله بحسب اعتقاده. ولهذا يقول شيخ الإسلام ولا يجوز أن يعتقد الرائي أن الله في ذاته، أي في صفاته وأفعاله وأسمائه، كما رآه الرائي في منامه. ليه؟ ما السبب؟ أن المنام ضرب مثل، انعكاس لما اعتقده وفكر فيه وأهمه. قد تكون حقيقية لأن المقام المنام غير اليقظة، قد تكون، لكن لا يجوز أن تعتقد أن ذات الله التي رأيتها في منامك هي التي عليها الله له عليها في خارج المنام في الحقيقة، لأن المنام لا يثبت به وحي. النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه رؤيا حقيقية، لأن الله جعل المنام في حق الرسول وحي. رأيت ربي في أحسن صورة، فقلت يا ربي فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال في الكفارات والدرجات. هل نقول إن النبي ما رأى ربه حقيقة؟ حاشا وكلا، وهو القائل والصادق المصدوق، رأيت ربي في أحسن صورة. لماذا؟ لأن رؤيا المنام غير رؤيا اليقظة. اليقظة لا تطيقها أدواتك، في المنام تطيقها.
يرى أحدكم في المنام أنه يطير، فاليقظة ما يمكن يطير، واقع المنام غير واقع اليقظة. لكن أنت أي من دون الرسول لا يجوز أن تعتقد أن من رأيته في منامك هو الله، لأن المنام عندك ما هو بوحي، عند الرسول وحي. أما أنت استدلالك على ماذا؟ على ما جاء في الوحي للكتاب والسنة، خصوصا في هذا الباب الشريف العظيم، باب الأسماء والصفات. طهرت، خلنا نشوف المكتوبات هذه. يقول: عند تكبيرة الإحرام هل تقطع صلاة تحية المسجد؟ إذا أقيمت الصلاة والإنسان بدأ في التحريمة يقطع صلاته من غير سلام، ويبدأ مع الصلاة التي أقيمت، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كان الإنسان في الركعة الثانية من النافلة في السجود أو الركوع أو التشهد، قالوا يتم صلاته خفيفة ليدرك مع الإمام التحريمة، وإدراك التحريمة يكون قبل أن يبدأ الإمام بالفاتحة. شيخ الله يحسن لك، يقول: انتشر مؤخرا في الدروس والمحاضرات تعدد الكاميرات والفلاشات، هل ترون أن في كاميرا التصوير لها فائدة، وهل الصوت يكفي تسجيله إلى آخره؟ هذه مسألة مما يختلف فيها نظر أهل العلم، فمنهم من يمنع منها كما كان عليه أكثر مشايخنا، ومنهم من يجيزها لما رأوا من المصلحة والمنفعة في نقل الدروس والخير إلى الناس وحفظه لهم. فالمسألة واسعة يا أخواني، المسألة في هذا واسعة، وأنا أرى أنها إذا كانت تنقل هذه الدروس وتحفظ وينتفع بها الناس أن هذه المصلحة فيها متعدية وراجحة، وأقلها أن يزاحم بها ما يبث من برامج الشر وحلقات الشر والمؤذيات. أما من لم يرها من مشايخنا فالأمر واسع، فهي متعلقة بالمصلحة وجودا وعدما، ولا بد أن يتسع لهذا قلبه وخاطر طالب العلم. نعم، بسم الله. أجبنا على هذا السؤال الظهر ولا حاجة أن نعيده. نعم، موجودون، تداخلوا مع غيرهم. الزيدية معتزلة، الإمامية معتزلة، الإباضية معتزلة، فهذه موجودة. العقلانيون كثير منهم ينحى منحى المعتزلة، مقل ومكثر. نعم، السؤال الأخير. في ثناء الله عز وجل، إذا بدأ الإمام في القنوت بالثناء على الله، هل تقول سبحانه حقا نشهد؟ خليها شوية. طيب، يقولون سبحانه، أي سبحانه، ويقول التسبيح تنزيه الله عن كل نقص. نعم، فبعضهم قال لا تقول سبحانه، تسبح. يسأل أخوكم يقول: الإمام في قنوته في التراويح وفي القيام إذا أثنى على الله في القنوت، بعض الناس يقول سبحانك، هل يجوز أن نقول سبحانك؟ نعم يجوز، لأن من معاني السبحان التنزيه، ليس تنزيه الله عما يدعو به الداعي، لكن تنزيهه عن كل نقص وعيب، وهذا الذي دعا به الداعي من تنزيه الله عن النقص والعيب. أما إذا قال سبحانك أنزهك عما يدعو به الداعي، هذا كفر ولا يليق، ولا أظنه يخطر على قلبي المؤمن والقائل سبحانك. على أن الأفضل في مثل هذا أن يقول آمين، لأن المقام مقام إيش؟ دعاء، فيقدم بين يدي دعائه الثناء على الله. فالمقصود من الدعاء هنا في القنوت هو الدعاء، وقول آمين هو من مستحبات الدعاء، أي اللهم استجب. ولهذا جاء عن معاذ رضي الله عنه وعن غيره إذا قرأوا آخر آيتين في سورة البقرة، ولا سيما قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وش قال وش يقول بعدها؟ آمين، لأنها دعاء فيطلب من الله عز وجل الإجابة. أما قول سبحانك وحقا نشهد
فهذا لا أصل له، وإنما مما استحسنه بعض الناس فتابعهم عليه وألفوا وظنوه دينا وهو حقيقة ليس بدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.